سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين. يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بصحه وسلامه وخير يا ربي. اليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله، غادي نديرو بطبوط صغير معمرين بالكبده ديال الدجاج. المهم هنا غادي عندنا العجينه، عندنا تقريبا واحد كيلو ونص ديال دقيق الفرص. انا هنا درت ديال الحلوه، ما درتش فيه لا فين ولا سميده لا حتى شي حاجه، درت غير الفرص بوحديتو. هنايا عندي معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وعندي معلقه ونص ديال الخميره ديال العجينه محبوب، وعندي الملحه. الملحه كتبقى على حساب الذوق، وطبيعه الحال الماء دافي. دابا ان شاء الله غادي نبداو نديرو المقادير ونعجنو. غادي نقولو بسم الله، غنديرو الخميره ونديرو معها السكر، وغنخليو الملحه في الطرف باش ما تهبط ليناش الخميره كما العاده. صافي، وغادي نجمعوه بالماء دافي. حنا غادي نخليوه شويه يكون واقف، ما غاديش نجريو العجينه باش يجيونا محلولين من الداخل، ما يديرولناش البابا. صافي البنات، هكذا جمعناه، هذا هو القوام ديالها. كتكون شويه شاده راسها، ما تكونش مطلوقه بزاف باش تجينا خاويه، يعني خاوي لينا بطبط من الداخل. صافي، غادي نضربو، غنديرو عليها شي منديل ونديرو عليها بلاستيكه ونخليوه يخمر، وغادي نعاودو ليه ونوليو نخليوه يخمر في مره باش نقطعو ان شاء الله. يلا وانتم معنا دابا باش نوجدو الحشوه ديالها. هنا البنات درت الماء يغلى، دابا طاب ليا، بغيت نسلق فيه الكبده باش ما تبقى ليش فيها الريحه ديال الريحه ديال الدجاج. غادي ندير معاها هنا، عندي ثلاثه د الوريقات ديال الرد ولا ورقه الناموسه. عندي هنايا جوج فصوص ديال الثومه وشي حبات ديال الهيل، وهنا عندي شويه ديال الابزار وشويه ديال الملح. اللي عنده البزار حبوب يديرو حسن. صافي، غنخليها تغلى مزيان وغادي نرمي فيها الكبده. دابا غادي نزيد القناصي، ما غاديش نخليهم يغلاو بزاف حيت الماء طايب، غير شويه يغلى فيهم. صافي، وغادي نطفي على الماء وغنخليهم فيه بحال قياس ديال 5 دقائق. صافي، ونحيدهم غير باش يتحيد ليا منهم داك الريحه ديال الكبده. وصافي، انتوما ممكن تستعملوهم يعني عادي بلا ما تغليو ما حتى شي حاجه بشكل طبيعي. صافي البنات، دابا الماء بدات يغلي ليا، الكبده طلقات كاع داك الزفوريه اللي فيها. غادي نصفيها من هاد الماء وغادي نعاود ليها التشلال. صافي، وغادي نقطعها باش نبداو نوجدو الحشوه ديالها كامله. يلا وانتوما معنا. صافي دابا البنات، رجعت معكم، درنا الزيت غادي نخليو البصله طيح لينا شويه، وغادي نزيدو عليها الفلفله، ومن بعد نزيدو عليها الكبده. دابا غادي نزيد الفلفله، عندي غير الفلفله خضراء، اللي عنده الالوان يعني الاحمر ولا الصفر حتى هي يزيدها. دابا غادي نغطي عليها بشي حاجه وغادي نخليها تطيح، عاد نزيد عليها الكبده. تطيحوا ليا مزيان، نزيد لهم الحروب البزار والملحه، نزيد التوابل كاملين وصافي، ونخلي الكبده هي الاخرانيه. صافي البنات، دابا طحت البصله والفلفله، غادي نزيدوا عليها الكبده حيت حنا ديجا سبق لنا وسلقناها، فما غاديش تاخذ منا بزاف ديال الوقت.
غادي نزيدو عليها دابا البزار، ونزيدو عليها التحميره وشويه ديال السودانيه اللي عنده الهريسه يديرها، وشويه ديال الكمون، شويه ديال السكينجبير، وشي معلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك نذوبوها في الماء. واخر حاجه غادي يبقى لينا الربيع مع الثومه بدكيناهم، غادي يبقاو هما حتى الاخر باش تبقى النسمه ديالتهم. تقريبا من كل حاجه غادي نديرو معلقه كبيره الا البزار، غادي نديرو منه غير شويه حيت يكون حار، والملحه كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. كيما قلت لكم حنا غادي نديرو شويه ديال السودانيه، لكن اللي كيبغي الهريسه يعني كيبغي المذاق ديال الحار فيدير الهريسه. حنا اليوم ما درناش الزيتون مقطع، اللي عنده يديرو. صافي غادي نخلطو كلشي غير بشويه باش ما تهرس ليناش الكبده، ونخليوه يتشحر مزيان صافي، ونطفيو عليه حتى ينشف لينا ما يبقى فيه لا ما لا والو، ونزيدو عليه الربيع هو الاخر صافي. وندوزو دابا ان شاء الله للعجينه باش نقرصوها ونقطعوها. صافي دابا قرصنا العجينه وقطعناها، احنا قطعنا غير بزلافه، ممكن تقطعوا باي مرشوب عندكم على حسب الحجم اللي نتوما بغيتوه. صافي نخليو السمك ديالو ما يكونش لا غليظ ولا رقيق، يعني البطبوط العادي، نتوما على حسب كل واحد، يعني كاين اللي كيبغي هذا يكون الخبز ديالو يكون غليظ، وكاين اللي كيبغي رقيق. المهم هكا كاين، دابا غادي نديروه يخمر، غنديروه في المنديل وغادي نغطيوه ونرجعوا ان شاء الله باش نطيبوه. دابا خمرت معنا العجينه، حنا سخنا المقله وبدينا كنطيبوهم. صافي دابا البنات كملنا، ها البطبوط ديالنا ساليناه في الطياب. هنايا قطعنا شويه ديال المطيشه، وعندنا هنايا شويه ديال الخس، وهذه الحشوه ديالتنا سالات. دابا ان شاء الله غادي نبداو باش نعمرو، غادي نديرو شويه من الخس وشويه ديال المطيشه، يعني كل واحد ممكن تخليوه حتى بلاش، يعني كل واحد واشنو كيدير ولا شنو اللي بغى. صافي البنات هكا كنا سالينا، حنا عمرناهم وسالينا، حنا درنا براد ديال اتاي. كنتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها، ان شاء الله نتلاقاو فيديو اخر. دابا نقول لكم مع السلامه وبصحه عشاكم.